أصبح يوم 30 من يونيو من كل عام تاريخا لا ينسى عند المصريين، فهو اليوم الذي يعبر عن ثورتهم ضد جماعة الإخوان الإرهابية وانتفاضتهم من أجل استعادة وطنهم مجددا. ففي مثل هذا اليوم من عام 2013 خرج الشعب المصري لإنهاء حكم محمد مرسي وإنقاذ وطنهم من سيطرة جماعته الإرهابية التي ضربت بأمنه القومي عرض الحائط. ملايين المصريين احتشدوا في الميادين الرئيسية في القاهرة ومختلف محافظات الجمهورية للتعبير عن رفضهم استمرار حكم الجماعة والمطالبة بإسقاط مرسي وإجراء انتخابات رئاسية جديدة وحرة. المظاهرات الضخمة التي كان موعدها محدد ومعلن مسبقا جاءت في إطار دعوة حركة تمرد لجمع التوقيعات على استمارات سحب الثقة من محمد مرسي والتي تعدت 22 مليون استمارة. الإقبال الشعبي على رفض استمرار مرسي في الحكم كان طبيعيا بعد الأخطاء الفادحة التي ارتكبها خلال حكمه الذي استمر لمدة عام، ومن بينها تراجع علاقات مصر بالدول المحورية في العالم العربي. كما رسخ حكم مرسي وجماعته حالة استقطاب حادة قسمت المجتمع المصري ودفعته للتناحر والعراك، إضافة إلى سعيه لتغيير هوية مصر الثقافية وجرها إلى توجهات رجعية. من الأسباب المباشرة التي دفعت المصريين للثورة على مرسي وجماعته هو تسببهم في أزمات غذائية ونقص حاد في الوقود انعكست على حياة المواطن وأدت للانقطاع المستمر في الكهرباء. مظاهرات 30 من يونيو اتسمت بالطابع السلمي، لم تنجر إلى دعاوى العنف والتحريض التي صدرت عن جماعة الإخوان والتيارات الدينية المتحالفة معها عبر المنصات في اعتصامي رابعة والنهضة. ثورة 30 من يونيو وحماية الجيش لإرادة الشعب المصري أدت إلى صدور بيان 3 من يوليو الذي نص على تعطيل دستور الإخوان، وتولى رئيس المحكمة الدستورية الحكم لمدة عام تمهيدا لانتخابات رئاسية مبكرة. سعت الجماعة الإرهابية لتشويه ثورة 30 من يونيو وتصويرها على أنها انقلاب على الشرعية، إلا أنه سرعان ما فشلت هذه الادعاءات الكاذبة بعد أن أيقن العالم أنها تعبير حر عن إرادة شعبية لملايين المصريين.